دون باتيستا الفونزو، اخر واحد من البقايا ديال الشراف ديال كورليون، 78 عام، و تيموت في الحبس ديال بيتسبرغ. بيان سور تيموت بكونسير ديال المعدة، انيل ساخ. كلهم الكابوات تيموتو بنفس المرض، الا ما ماتوش باقيين صغار. و دون باتيستا تحل المعدة ديالو تا لاخر دقيقة. غادي يورك على واحد البطونة باش يعيط على الفرملية ديال الحبس، ومن بعد دقيقة غتوقف واحد البنت تكون عندها 23 عام 24 عام، باقا صغيرة ولابسة واحد الطابلية بيضة، غيشوف فيها ويقول لها قربي عندي، وما كانش قادر يخرج الصوت، كانوا الملامح ديال الموت في وجهو. غادي تقرب عندو هذيك الفرملية بعد شي نص متر، واحد شوية يخرج يديه تترعد من الماطة، يد بريئة ديال الراجل الكبير تيموت، ولكن يد قتلات بزاف ديال الناس في الماضي. ملي تشوف هذيك الفرملية يديه تترعد غتقرب عندو، وهذيك الساعة غيطير عليها ويشدها واحد الشدة ويجرها عندو للناموسية تطيح فوق منو. كانت هذيك الفرملية باقا صغيرة، عندها 23 عام، يعني تقدر تدفعو، ولكن كان شادة واحد الشدة صحيحة. هو يقول لها في ودنيا بغيتك توعديني حاجة وحدة وتعطيني وعد تاع راجل كبير تيموت، بغيت نطلب منك واحد الحاجة. قالت لي شناهي؟ قال لها بغيت نشوف واحد السيد سميتو لويجي باريتا، وبغيتو يجي عندي هنا قبل ما نموت. هو يشوف فيها في عينيها، هو يقول لها واش تقدر تعطيني هاد الوعد هذا؟ واحد شوية ويدي ليه براسها بحال هكايا، وهي تحس بالطابلية ديالها تترخاف، حيد يديه، كان شدة واحد الشدة ديال شي نجار ولا شي حداد. غادي توقف وتبدا تقاد الطابلية ديالها وتقول ليه كيفاش لقى لك هاد السيد هذا، واش عندك شي نمرة تليفون ولا شي ادريسة؟ قال هاد السيد هذا ما عندوش نمرة ديال التليفون، ولكن تنطلب منك حاجة وحدة، خاصك تمشي للمدينة تاع شيكاغو، كاينة واحد المصبانة تماك وتشوف فيك قدام المصبانة، إلا بان لك شي راجل خارج لابس شي مونطو كحل وشي كوستار كحل وشي سباط ماشي عادي، سيري عندو وقول ليه دون باتيستا الفونزو تيموت في الحبس ديال بيتسبرغ، وخاصو اوبليجي يشوف واحد السيد سميتو لويجي باريتا، هما يديرو الخدمة ديالهم، ونتي غاتسالي الميسيون ديالك بحال هكاك. بقات تشوف في هاديك الفنية، قالت لي تنوعد شي واحد تنوفي ديما بالوعد ديالي، غنسالي السيرفيس ديالي اليوم مع الخمسة العشية، وغنشد ديريكتومون التران لشيكاغو. واحد شوية بغا يقولها كراسي ميلي، ولكن مبقاش عندو الجهد باش يخرجها. غادي تقرب عندو وتاخد هداك الماسك ديال الأكسجين وتحطو ليه في نيفو، وتبقى تشوف فيه واحد شوية، ومن بعد غادي تخرج. سالينا مع ديدال، مبقى بينا وبينهم حتى شي أفير، كل واحد شد طريقو، كانوا عارفين كون كملنا البيزنس ديالنا كان غيسالي بالدمايات وتقطع الريوصة. بجوجنا كنا تنخدمو في الظلمة، ولكن كل واحد فينا كانت عندو الطريقة ديال الخدمة ديالو، وكوزان وصرا عمرها ما حملت الطريقة ديال الخدمة ديال ديدال، داكشي علاش كل واحد شد طريقو. الموريات كانوا دايرين بالجهد في بروكسل، و حتى شي واحد ما تيبيع لا وايت نايت من غير بيريسترويكا، غرقات بروكسل و اوروبا، والبيزنس كان خدام مزيان. البور ديال انتوال بنت هو كان محلول، السلعة كانت تدخل بالعلالي، فحالة تنبيعو ونشريو في الماكينة ديال الخياطة، و حتى شي واحد ما تيقدر يخشيني فوق في لي زافير ديالنا، حيت كلشي كان عارف هادوك لي زافير ديالنا و شكون لي شادو، و لا مشا شي كراد يخشاني فوق هاديك الليلة ما يخرجش من هاديك المرصة. دونك البيزنس ديال كوزانو صرا في اوروبا كان خدام بوحدو، ان غولمون كي سفي تو سول. كما العادة كل صباح في المصبانة تنفطرو بثلاثة بينا، انا ولويجي وفرانكي، واحد شوية واحد التليفون غادي صوني، كانت النمرة تاع الميريكان وكانت اكزاكتومون المصبانة ديال الميريكان. لويجي بقى يشوف هاديك النمرة وما عجيش عليه يعيطو عليه من المصبانة ديال الميريكان، ديما فيما تيصوني هداك التليفون ولا هاديك النمرة
تبداو المشاكل. غادي ذكروا شي تليفون وبقيتي تسنى وتبان لي الحروف ديال الوجه تبدلوا وفي الاخر غايقول كلمه واحده بيرفكتو دومانو سارو تشيكاغو. غادي يقفل مع داك السيد غيمشي ديريكتومون للقرعه ديال الويسكي غادي يحلها ويكب شويه في القهوه ديالو وهز واحد المعلقه وبدا يحركها بشويه. هو يقول لفرانكي شحال ديال الوقت دوزتي في الحبس ديال بيتسبرغ؟ قال لي دوز في 4 سنين ونص كنت مع خويا ولي كوزا. قال لي داير بين جي تيستاج عندنا ريح معنا واحد 6 شهور. هو يشوف فيا وبدا يضحك يا عقلتي على داك 6 شهور اللي دوزنا تماك وكانت هذيك هي المناسبه باش تعرفنا على بعضياتنا. وانا نقول لك كيفاش غنسى؟ عمري ما كلت احسن ماكله الا في هذاك الحبس وعقلت على داك بيترو اللي كان تيطيب مزيان. بقينا تنضحكوا واحد شويه والويجي يقول فرانكي واش تعرف الفونزو؟ ويقول لي فرانكي شكون هذا الفونزو؟ ويقول لي الويجي الفونزو دون باتيستا كان في الحبس ديال بيتسبرغ. ويقول لي بيان سور تنعرفو كان هو الكابو الكبير ديال داك الحبس. دايور كان تيجي تعشى معنا كل ليله حتى هو كان عزيز عليه الماكله ديال بيترو. قال لي علاش تسولني هاد السؤال هذا؟ قال لي حتى يموت هاد السعاده وبغى يشوفني في هاد اليومين هادي اللي جايه. واحد شويه غنشوف في الويجي غنقول لي بانت يلاه فيها هادي مشكله خاصني نمشي معاك انا وفرانكي ووريك لو لافير بالزربه. ويقول لي كنت باغي نقولها ليك ولكن جات من عندك. ويشوف فرانكي قال لي هاد المصبانه هادي غيشد اخوك بغيت خوك يجي من بيتسبرغ تفهم في الديل ديال البيضه هو اللي جا لهاد المصبانه هادي. وانا نقول لفرانكي بلا كاين باولو لتحت تفهم في البيزنس مزيان ديال هاد المصبانه هادي دونك نا يجي خوك يشرح ليه كلشي ويعاونو باش تبقى هاد المصبانه واقفه على رجليها. مع الجوج ديال العشيه بالضبط كنا في الفول بيزنس اللي غادي لشيكاغو. ملي نزلنا في الايروبور ديال شيكاغو كانوا بزاف ديال الطوموبيلات كحلين مستاسيونين قدام الباب فحال شي وفد رئاسي جاي يدشن شي حاجه في شي مدينه. كلشي كان لابس نظاظر كوسترات والمطوات كحلين لينيفورم ديال القتاله ديال كوزانوسترا. كلهم الكابوات جاو من المدن كاملين حيت كانوا عارفين لويجي مورا النظاظر ديالو تيحسب شكون اللي جا وشكون اللي ما جاش. ويا ويل شي واحد ما جاش يستقبلو يقدر يجبد عليه المطرقه شي نهار ويدخلها ليه في شي افير اخرى. دونك كلشي كان خايف على صباعو وعارفين لويجي كيفاش يخمم وكيفاش يحسبها في دماغو. من بعد ساعة نوصل المصبانة ديال شيكاغو كل ما تنقرب لها تنحس واحد الإحساس زوين. تقولوا لي في الميليو ديال المافيا باك هوم يعني راجع لدارك. غادي تكون أول مرة غادي نحط داك صباط الكروكو في العتبة ديال المصبانة من بعد عام ونص. وأنا نشم واحد الريحة سافرت بيا بعيد ريحة ديال الطياب مخلطة مع ريحة ديال الويسكي وريحة الكارو. واحد ريحة شميت حياتي كاملة من كنت باقي صغير. وصلت واحد البيرو صغور كان تيبغي يريح في دون لاسبيزيا ملي مات وبقى مسدود هذاك البيرو ما دخل ليه حتى شي واحد. غادي نريحو واحد 4 ديال السوايع في المصبانة غنشربو كويسات وندير واحد الدرينك زوين. كلهم الكابوات كانوا عارفين بلا الويجي ما جاش لشيكاغو باش يدير السياحة ولكن جاي على افير. داكشي علاش مع 11 ديال الليل كلشي مشى بحالاتو. بقينا بثلاثة بينا في المصبانة انا وفرانكي ولويجي. غادي ندوزو هاديك الليلة في هاديك المصبانة والغد ليه الصباح غنشدو اول افيون اللي غادي لبيتسبرغ باش نشوفو هاداك دون باتيستا الفونزو علاش عيط علينا. غادي نوصلو مع جوج ونص العشية لهداك البينيترونسي ديال بيتسبرغ. في الباب غادي نسينيو هاداك الوراقي باش ندخلو نشوفو هداك دون باتيستا. واحد الكارد قالنا تبعوني عنديكم لانفيرميري تماك فين جالس. بقينا غادي في الكلوارات كانوا بزاف ديال الحباسة. واحد شوية بدينا تنسمعو غاليانو غاليانو كلشي تعرف فرانكي غاليانو كان حاكمة في هداك الحبس ديال بيتسبرغ
وخوه هو اللي حاكمه في المدينه كامله. غادي يوصلوا لهذاك الباب ويقول لنا هذاك الكارد ما تهضروش معاه بزاف، الحاله ديالو خايبه ويقدر كاع ما يدوش الليله. غادي ندخلوا ثلاثه بين هذيك لا شومبر ونوقفوا قدامه ونسلموا عليه. هو يمشي عنده فرانكي غاليانو حتى يعرفو مزيان، ولد مدينته ودوز معاه بزاف في الحبس. وهذاك دون باتيستا غادي يشدو من حناك ويبقى يطرش فيه بشويه، تقول لي هاد العوام كامل ما جيتيش شفتيني في الحبس، واخا كانت فيه الموت كان باقي فيه هذاك الريغلي ديال الكابوات، يديه كل اخواته متيطرش فرانكي غاليانو. فرانكي ما هش فيه الراس ويقول لويجي هاد فرانكي هذا كانت عنده 12 عام ملي كنوقف في الطوموبيله تيجي تجاره مع صحابه باش يحل لي الباب، فيما تيحل لي الباب تنجب بيه ديال 100 دولار تلوحوا ليه. الا عقلت يا فرانكي بقى تيطرش فيه بحال هكا. فرانكي ما كانش حامل هاد كراسيتياسيون ولكن ما عنده ما يدير، كابو فحال بواه دوك اللي جات منه مقبوله. واحد شويه حس براسو تيتخنق، واعطيه فرانكي الماسك الاكسجين، هو يضرب واحد جوج شمات بالجهد واحد طم ويقول له ويجي قرب عندي. قال لي بغيت نقول لك واحد الحاجه مهمه، ولكن قبل ما نبدا بغيت سيجار وبغيت كاس ديال الويسكي. بقينا تنشوفو بثلاثه بينا مصدومين، الراجل باقي لي دقيقه ولا جوج باش يموت وباغي يسالها بسيجار وويسكي. الويجي غادي يهز هذاك كاس الماء اللي حاطين ليه مع الماكله ويلوحو في واحد المحبق ويجبد من جيبو واحد القلعه ديال البوربون صغيره وعمر ليه كاس صغير وجبد ليه واحد الكويبه طويل بزاف وشعلو ليه وعطاه ليه. غادي يجر واحد الجره كبيره من هذاك السيجار وغادي يشد الويجي من الموطو ديالو ويقربو عنده باش يقول ليه شي حاجه في ودنه.